الله يعطيك العافية. اليوم احنا بدنا نبلش بتشابتر جديد اللي هو تشابتر البلوك تشين. طبعا احنا بدنا نغير شوي من موضوع ال REA اللي كنا بدنا نغطيه بالبداية نظرا للظروف، لانه احنا بحاجة ان نشتغل كثير عملي. عشان هيك احنا بدنا نحاول نكون شوي فليكسبل ونغطي برضو موضوع حديث اللي هو موضوع البلوك تشين. طبعا موضوع البلوك تشين هو حديث الساعة وله تقريبا سنتين وعليه تركيز كبير، بالذات من المحاسبة والتدقيق. طبعا احنا راح نمشي هون بكذا ليكتشر، من خلالهم راح نتعرف اكثر على شو هي البلوك تشين بالضبط وشو استخداماتها وكيف ممكن تستفيد منها انت. طبعا راح تلاقي انه هذا التوجه مش بس صار عندنا يعني في الجامعة، اذا بتروح على التحديث اللي صار على منهاج السي ام اي من 2020 برضو اضافوا جزئية فيه تحكي عن البلوك تشين وعن السيستم سيكوريتي وهذول الشغلات احنا برضو ادخلناهم في تخصصكم. الان خلينا احنا نبلش بالبلوك تشين كمفهوم. نبدأ بتعريف البلوك تشين. تعريف البلوك تشين وطبيعته. البلوك تشين يعتبر او represent a dramatic improvement to the landscape of information collection, distribution and governance. البلوك تشين يمثل تغيير جذري وتطوير جذري في يعني ارضية البيانات وعملية جمع البيانات وعملية توزيع البيانات وعملية تنظيمهم. البلوك تشين is a database encompassing a physical chain of fixed length blocks that include one-to-n transaction where each transaction added to a new block is validated and then inserted into the block. البلوك تشين هي عبارة عن، أول إشي نحكيها هي عبارة عن داتابيس، وإحنا أخذنا قبل هيك أخذنا بالشابتر الماضي شو هي بالضبط الداتابيس، ولكن البلوك تشين لها حيثية أخرى من الداتابيس، حيث إنها تتكون من physical chain، من سلاسل حقيقية. هاي السلاسل تربط بلوكس ثابتة الحجم، وقد يكون عدد هاي البلوكس او يعني لما تحكي بلوكس اللي هي يعني وحدات او وحدات بالضبط، اللي ممكن يكون عددها من واحد الى ان طبعا لما لا نهاية، الى ما لا نهاية يعني transaction. خلينا نعيد شوية مرة ثانية. البلوك تشين هي عبارة عن داتابيس تتكون من من سلاسل مرتبطة، كل سلسلة ترتبط ببلوك واحدة، وهذول البلوك قد يكون عددهم من واحد إلى ما لا نهاية، وفي كل بلوك يمثل ترانزاكشن حدث، ويتم إضافة كل ترانزاكشن لبلوك جديدة. طبعا قبل ما احنا نثبت هاي البلوك يتم عمل فاليديشن. شو يعني فاليديشن؟ تقييم لإلها، ومن ثم يتم ادخالها في البلوك. عشان تكون الصورة اوضح بالنسبة لكم خلينا نشوف هاي الرسمة مع بعض. هاي بلوك وهاي بلوك وهاي بلوك، كل بلوك تحتوي داخلها على داتا وعلى اشي اسمه هاش، هذا راح ناخذه بعدين لقدام انه كيف تعرف البلوك، وكل بلوك مربوطة بالبلوك اللي بعديها بتشين بسلسلة هياتها. هاي مربوطة بهاي وهاي مربوطة بهاي وهكذا، فيكون العدد من واحد إلى ما لا نهاية، زائد كل بلوك يحتوي في داخله على ترانزاكشن. وعشان ننزل بلوك جديد ترتبط بالبلوك التي قبلها يتم عمل فاليديشن، يتم عمل فاليديشن إلها، ومن ثم يتم الإضافة. ورح نيجي على عملية الفاليديشن وعملية الانسرت لاحقا لما شوي نمشي بالمادة. نكمل الآن. When the block is completed it is added to the end of the existing chain of blocks. لما كل ما أقوم بإضافة بلوك جديدة يتم إدراجها مع آخر بلوك سبقتها. The only two operations، العمليتين الوحيدتان المسموحات في البلوك تشين هما add و view، إضافة واستعراض. الآن هاي
بحد ذاته يعني تغيير جذري بنظام الداتابيس. هسه احنا الداتابيس كنا نعرف انه شو الاشياء اللي بقدر اعملها انا بالداتابيس. بقدر اعمل كرييت انشاء، بقدر اعمل ريد قراءه، بقدر اعمل ابديت على الداتا، وبقدر اعمل ديليت. انتم بتجوز متذكرينهم كنا نيجي احنا نشوف هل بقدر اعمل انسيرت، هل بقدر اعمل ابديت، هل بقدر اعمل ديليت للداتا. لازم تتوافق هاي الشروط، وكنا نسميه عشان نعمل نورماليزيشن للتيبلز وعشان نتاكد انه ما عندي انوماليز بالداتا. هذا بالنسبه للداتابيس العاديه. بس بالبلوك تشين يختلف الموضوع. بالبلوك تشين يسمح لك في عمل اد لبلوك وعمل فيو فقط، بس بقدر اضيف بلوك جديده، لكن اني اجي امحي ما بقدر، اجي اعمل ابديت ما بقدر، اجي اعمل كرييت بقدر، واجي اعمل فيو بقدر بس، ولكن ديليت ما بقدر بالمره، والكرييت ما بقدر بالمره، والابديت ما بقدر بالمره. سوري، الاد او الكرييت بقدر والفيو بقدر. كل بلوك تشين او عمليه البلوك تشين تحتوي على الخطوات التاليه. اول شيء اد نيو اند انديليتابل ترانزاكشن and organize them into blocks. إضافة blocks تحتوي على معلومات لا يمكن محوها. cryptographically verify each transaction in the block. cryptographically اللي هو يعني أنا بدي أعطيها ترميز أو تشفير، بحدد لي شو هي. إذا بتلاحظ معي هون كنت أحكي لك هاي استنى شوي هاي استنى شوي، أنت الداتا ترمز إلها بتشفير عشان تقدر تحكي معها. فانت لا تتعامل ابدا بالبلوك تشين مع اسماء، ولا تتعامل مع اشخاص، ولا تتعامل مع اي شيء يعرف عنك. ليش؟ لانه انت كل شيء بالنسبه لك عباره عن كريبتوغرافيكلي داتا او كريبتوغرافيكلي فيريفيكيشنز بسموها، تعريف من التشفير او تعريف مشفر عن ذاتك. اذا بتشوف لي هاي الصوره هنا، انت كشخص او يعني بكون عندك التكست، في عندي إشي اسمه public key. public key هو الكي اللي بتشوفك منه الناس. يعني إذا أنت افترضت الآن على الفيسبوك، أنت بالفيسبوك public أو يعني التعريف public إلك اللي هو اسمك. هنا لا، أنت ما بيكون اسمك، بيكون في عندك تشفير هو اللي بيعرفك أنت، تسلسل رقمي هو اللي بيعرفك. وطبعا هذا اللي بيكون الكل بيعرفه. وفي برضو عندك secret key اللي هو زي مفتاحك السري اللي بيكون بس معك أنت فقط، اللي من خلاله انت بتقدر تعمل ترانزاكشن. فبالتالي انت هذا اسمه اسيمتريك انكريبشن او تشفير متوازي، بحيث انه انت بيكون عندك كي بابليك للناس للعامة الكل بيقدر يشوفه، وفي عندك سيكريت كي اللي هو بس الك انت بتحتفظ فيه. لاحظ اسمك، عمرك، اي معلومات عنك تخصك غير موجودة بالبلوك تشين. طبعا هاي بالنسبة للبابليك بلوك تشين، بعدين في انواع ثانية ممكن نيجي شوي شوي واحنا نصير نكبر بالموضوع. ثالث شغلة موجودة append the new block to the end of the existing immutable blockchain. يتم إضافة new block على new blockchain على التشين الموجودة عندي. وهاي تعتبر خليني أرجع على الكلمة بالضبط، تعتبر immutable blockchain، غير قابلة للتعديل، ثابتة. ليش ثابتة؟ لأنه أنا حكيت لكم انت البلوك تشين بس بقدر اعمل اد وفيو، انا لا استطيع محو اي بيانات. وعشان هيك البلوك تشين كانت مغريه بالنسبه لاي حدا بيحاول يجمع داتا، لانه انت ما بتقدر تمحي شيء، ما بتقدر ترجع، ما بتقدر بتروحش منك الداتا ولا يمكن محوها. فهاي بتعطي فاليديتي عاليه للداتا. طبعا هنا في مثال، في عندك ترانزاكشن بين A و B، كل واحد بتعرف عليه برمز بالكي تبعه. انا خلص هذول صاروا مجهولين هويه، هم فقط عباره عن مفاتيح ارقام. يتم عمل ترانزاكشن بيناتهم، ويتم عمل فاليديشن لإله، ومجرد ما نعمل له فاليديشن يضاف الى البلوك ويتم الترانزاكشن. بلوك تشين كاركترستكس، بماذا تتم او صفات البلوك تشين؟ بلوك تشين ار ان اوبن ديستريبيوتد ليدجر، هي مفتوحه للعامه. طبعا هاي بحاله البابليك بلوك تشين. distributed ledger ledger اللي هو زي ما تحكي احنا يعني كشف او كشوفات تحتوي على كشوفات رقميه.
إذن هي ديستريبيوتد ليدجر، كشوفات موزعة. انسى مصطلح المحاسبة شوي، بعدين بنرجع للليدجر المحاسبية. هي عبارة عن open مفتوحة، open يعني مفتوحة للجميع، distributed ledger كشوفات موزعة، that can record the transaction التي تستطيع تسجيل الأحداث بين طرفين بطريقة كفؤة، وممكن in a verifiable and permanent way، بطريقة ممكن تحديدها ولا يمكن محوها أو دائمة. مرة ثانية، blockchain هي عبارة عن كشوفات مفتوحة للجميع والتي يمكن أن تسجل الأحداث بين طرفين بطريقة فعالة وكفؤة ولا يمكن محوها. The blocks once recorded are designed to be resistance to modification. The data in block cannot be altered retroactively. بمجرد دخول البيانات على البلوك تشين، يعني بمجرد ما انت اجيت، خلينا نرجع، بمجرد ما انت اجيت دخلت بيانات هون، لا يمكن محوها، لا يمكن تعديلها، لا يمكن عمل عليها اي عمليه ولا حتى استرجاعها، فخلص ولا حتى الاسترجاع بيانات قديمه، فانت اللي دخلته هو اللي عندك موجود، يعني لا يمكن استرجاع تعديل البيانات باثر رجعي فيها. هذا بالضبط المقصود. تمام، خلينا نكمل. A public blockchain database is managed autonomously. إذا ال public بالذات، لاحظ أنا يعني بعدين راح تيجوا إنه في أنواع، عندي ال public blockchain، عندي private blockchain، وعندي consortium blockchain، راح نيجي عليها بعدين. بس ال public blockchain database يتم managed، إدارتها بطريقة إيش؟ autonomously، غير مع يعني مجهولة أو غير مركزية. The ledger itself can also be programmed to trigger transaction automatically. ويمكن أصلاً أنت تستغني حتى عن موضوع autonomously وتعمل عملية verification للقيود بطريقة آلية، ففيش داعي وجود human فيها. أعيد لك إياها مرة ثانية، إحنا حكينا إذا أنت بدك تعمل أي blockchain جديد، أي block تحتوي على داتا، بدك تقوم بإضافتها فقط، فأنت بس تضيفها بدون عمل إلها verification. الverification هذا قد يقوم به شخص مجهول أو قد تقوم به آلة نتيجة برمجية، هاي المقصود ببساطة. blockchain are secured by design، بالطريقة اللي تم صناعة البلوكتشين فيها هي محمية بحد ذاتها من الطريقة اللي عملت. كيف يعني من الطريقة اللي عملت؟ أنت لما تيجي، حكينا انه انت بتقدر تضيف، ما بتقدر تمحي، ما بتقدر تعدل، ما بتقدر تعمل موديفيكيشن، خلص مجرد ما ضفت الداتا انت بس تقدر تقراها، فاذا هاي سكيور باي ديزاين تسمى، لا يمكن اختراقها لانه خلص هي غير قابله للتعديل. As the decentralized consensus can therefore be achieved with a public blockchain. نجي عليها هاي كمان شوي، لأنه بحكي لك أنه هي عملية غير مركزية ويجب أن يكون فيها توافق غير مركزي من أجل إنزال البلوك. رح نيجي طبعا لقدام شوي أكثر، تصير الأمور أوضح بالنسبة لك. Blockchain is ideal for recording events. البلوكتشين هي ممتازة من أجل تسجيل الأحداث، السجلات الطبية، وأي عملية تسجيل لنشاطات، identity management الهويات مثلا او تحديد الاشخاص، transaction processing عملية ال processing للtransaction، and host of emerging application. blockchain technology allows us to achieve large scale and systematic cooperation in an entirely distributed and decentralized manner. بحكي لك ان blockchain technology بتقدر تخلينا انه نحقق احنا ايش؟ تعاون ممنهج في نطاق واسع ضمن منظومة غير مركزية، وهذا الحكي كله رح نيجي عليه بطريقة أعمق لقدام. blockchain as a software. البابليك، وأنا برضو مرة ثانية بحكي، أنا عم بحكي هنا chapter 1 عن البابليك لأنه هو أول إشي طلع. public blockchain includes both a database and a software. في عندي
داتابيس فيها، وفي عندها ايش السوفت وير. السوفت وير هو اللي بده يختص لك انه بعمليه ادخال البيانات والواجهه المستخدم، والداتابيس هي طريقه جمع البيانات اللي بتتم عن طريق البلوك تشين. كسوفت وير ذا بابليك بلوك تشين از ا بير تو بير بروجرام وذ وان فيري امبورتنت ديفرنس، ات انشورز ذات اول ذا بيرز هاف ذا سيم اكزاكت داتا. هاي مهمه بالذات اذا انت بتعرف او تعاملت مع البير تو بير بروجرام. بحكي لك السوفت وير تبع البلوك تشين هو بير تو بير بروجرام، بس ولكنه بيختلف بشغله واحده، بانه كل البيرز الموجودات فيه عندهم نفس البيانات. طب شو البير تو بير بروجرام؟ هو عباره عن بروجرام which allows user to move data from peer to peer، هو عباره عن برمجيه تسمح بانتقال البيانات بين اعضاء هاي او بين المشتركين من اجل انتقال البيانات فيما بينهم. شو في مثال كبير على هذا الحكي؟ اللي هو البيت تورنت. اذا عمرك استخدمت البيت تورنت، طبعا البيت تورنت هو ممنوع بكثير دول، لانه انت في ناس بينزلوا عليه افلام وبرمجيات وكذا بطريقه غير مشروعه، يعني بدون ما تدفع ثمنها انت بتروح بتنزلها نتيجه انك بتشارك الداتا هاي مع اشخاص اخرين. هو عباره عن بروجرام ذات الاوز يو تو ابلود اند داونلود فايلز، بيسمح لك بانك ترفع داتا، ترفع بيانات وتنزل بيانات directly with other also running the BitTorrent software. يعني انت تقدر برضه تقوم بمشاركه البيانات مع مستخدمين اخرين باستخدام هاي البرمجيه. So instead of uploading a file to a file sharing service زي الدروب بوكس، يعني بدل ما تروح انت تودي البيانات من فايل لفايل زي انك ترفعها على الايميل مثلا او توديها على الدروب بوكس وتعملها سند لشخص اخر، انت مسموح لك مباشرة تفوت على الجهاز وتقوم بالتنزيل. اذا ما فهمت بالضبط المقصد خليني احاول افرجيك يعني مثلا انت هي عبارة عن برمجية انت بتدخل عليها، انت عبارة عن برمجية بتدخل عليها. الآن هاي البرمجية تسمح لك انه انت واخرون تربطوا حالكم مع بعض، انت عندك معلوماتك بجهازك، هو عنده معلوماته بجهازه، هو عنده كل واحد عنده معلومات مختلفة بجهازه. الآن هذا الزلمة عنده فيلم مثلا، او هاي عنده فيلم بدك تنزله، او عنده مثلا assignment بدك تاخده، تيجي انت تروح على من عند جهازه بتعمل داونلود لعندك، وبيجي مثلا برضو هذا الشخص بده اياه بيعمل داونلود لعنده، انت مثلا عندك هون الاسايمنت الثاني بترفعه عندك، بيجي غيرك بنزله، وهكذا بتتم عملية مشاركة البيانات. هسه البلوك تشين نفس الاشي، بس ولكن في فرق وحيد، انه انت ما في عندك الاكسس هذا، انه كل واحد عنده معلومات شكل او عنده اشياء شكل بتقوم بتنزيلها من بعض. الفكرة بالبلوك تشين انه انت الترانزاكشن اللي بنزل بنزل عند الجميع. اذا احنا كلياتنا منزلين هون السوفت وير تبع البلوك تشين، وهنا حكينا مثلا اكس اشترى سياره، بنزل عند اكس سياره، اكس سياره، اكس اشترى سياره، اكس اشترى سياره، اكس اشترى سياره، اكس اشترى سياره. بعدين حكينا واي اشترى السياره من اكس، بنزل هنا واي اشترى السياره من اكس، واي اشترى السياره من اكس، واي اشترى السياره من اكس. فبتلاقي انه المعلومات كلياتها تتزامن مع بعضها البعض وتنتقل بنفس اللحظه داخل البلوك تشين. بتمنى هيك الامور صارت اوضح بالنسبه لهذا الموضوع. نكمل. The public blockchain software ensures that any data changes on one machine will do the similar change on all the machines. إذا تغيرت بيانات عندي في جهاز بتغير عند الكل مع بعض. There are usually rules specifying exactly how a change can be made, and if someone doesn't follow them and modify their copy legally, they are ignored. طبعا هون بنيجي نحكي كمان شغلة، بإنه أنت إذا قمت عشان تقوم بتعديل داتا او اضافه بلوك، في طبعا شروط معينه بيكون محددها الشخص اللي عمل البرمجيه، او انت ليش عامل البلوك تشين هاي. اذا انت انسرقت بياناتك، اذا انت انمحت بياناتك، اذا انت صار اي شيء خرب جهازك، انحرق اي شيء صار عليه، انت البيانات تبعتك ما راحت، لانها هي نفسها موجوده عند جميع المستخدمين الاخرين. فبالتالي انت هيك بتضمن انه البيانات الموجوده على البلوك تشين غير قابله للمحي. Current public blockchain don't allow for a change in the database but rather updating data in a blockchain. وحكينا هذا الحكي، in other words data is only written never deleted. ما بنقدر نمحي البيانات بس فقط ندخلها. This is how it gets the name blockchain. لذلك سميت بالبلوكتشين، لانه كل new data is added in patches or blocks
and appended to the existing block forming a chain. Blockchain users ownership. من يملك البلوكتشين؟ The public blockchain has no central authority to manage username and password. ما عندي أنا مركزية في البلوكتشين. ما في واحد معين. ما في admin بيجي بيعمل لك user بطلب منك username وpassword وكذا. يعني مش زي لما تعمل إيميل أنت. تعمل إيميل بطلب authority authorization إلك إنك تعمل الإيميل. بطلب منك تحط password. بطلب منك كذا. ففي عندك centralized. في عندك شخص هو المسؤول عن الموضوع. بينما البلوكتشين لا. هذا الحكي مش موجود. Each user is able to generate a locker address and a private key code that allow them to unlock the locker. كل واحد بيقدر يفتح لحاله بيسموها هون locker طبعا زي الخزانة ويكون لك مفتاح بالبلوكتشين اي شخص. The locker is only an analogy زي مثلا هي عبارة عن رقم ID number referred to as an address وتسمى بالعنوان which is tagged to the user data والتي بتكون هي بتعرفك. فانت ما عندك اسم انت عندك ايش لوكر اي دي نمبر. The private key is a code. Private key المفتاح السري اللي حكينا عنه. تلاحظ احنا هون قلنا انه انت عندك public key وعندك secret key. public key اللي هو الادرس تبعك اللي حكيناه. بعدين انت عندك secret key تبعك. فارجع لي شوي. The private key اللي هو المفتاح السري is a code that allows the user to prove they are the creator of that address. فأنت طبعا بكون عندك زي ما حكينا public وبكون عندك private key. مجرد ما دخلت ال private key انت بتعرف نفسك كمالك لل public key. Only the person who generated the address would have the private key and no one can ever determine what the private key is from the address. And طبعا يعني معرفتك لهذا الكي لا يعني انك راح تكون عارف السيكريت كي. السيكريت كي فقط لحامله. وبالتالي انت يعني الان احكي لك شغله. قبل فتره مات شخص كان يستخدم الكريبتو كرنسي او العملات الرقميه وما حدا كان عارف السيكريت كي تبعه وكان عنده ايش بيتكوين كثيره ومات وراحوا السيكريت كي تبعه او ما حدا عارف الباسورد تبعه. وبالتالي الكريبتو كرنسي او هذول العملات الرقميه اللي كانوا عنده كلياتهم اختفوا كانوا بيساووا ملايين يعني. فهي المقصود في الكريبتو هي المقصود في البرايفت كي. طبعا هون بفرجيك فرق بين الدروب بوكس او الايميلات او اي منظومه عندك تقدر تخزن عليها الداتا وتتشارك فيها مع ناس. بتلاحظ انها بتكون سنترلايزد بعكس البلوك تشين اللي هو بير تو بير اللي ممكن يتم مشاركه البيانات بشكل أسرع فيها أولا وثانيا تتوزع على الجميع زي ما هي. إلى هنا بنخلص هذا الليكتشر والله يعطيكم العافية.